وللحديث أكثر عن انسحاب القوات الأمريكية المحتمل من العراق وتداعيات ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان هلال الدليمي، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد هلال. بداية، جرى الحديث عن انسحاب تدريجي للجنود الأمريكيين من العراق خلال الفترة المقبلة، تحدث عنه مسؤول عسكري في قيادة العمليات المشتركة ببغداد في إطار الحديث المتكرر عن انسحاب القوات الأمريكية. السؤال هنا، هل تتوقع خروجا ممكنا في الفترة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. نحن حقيقة هذا الموضوع أشبع نقاشا، لأنه أولا من أتى بهذه الميليشيات وبهذه الحكومة وبهذه الأحزاب هم الولايات المتحدة الأمريكية، ومن يشرف ومن يصرف عليها ماديا، والكل يعلم أن تمويل هذه الميليشيات هو من الولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشة البنتاغون بإيقاف تمويل قسم من الميليشيات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دليل على أن هذه عملية لا ترتبط بواقع الحال، بس لأن الذين قاوموا الاحتلال الأمريكي من أول يوم دخوله للعراق لا يزالون من قضى نحبه، ومنهم من لا يزال يقبع في سجون الحكومة العراقية والميليشيات التي تتسلط على رقاب العراقيين. فإن هذا الكلام كذب، وقضية استغلال المفاوضات النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا هو مربط الفرس في كل العملية التي تقوم فيها العراق. إيران أنشأت هذه الميليشيات لخدمة مصالحها الداخلية والخارجية، داخليا عن طريق الابتزاز والاقتصاد وتصدير كل ما الإرهاب إلى دول الهدف التي تريدها، إفشال الدولة من الداخل، استباط القرار والمصلحة الإيرانية فوق المصلحة الوطنية لهذه الدول. القضية أصبحت واضحة، إضافة إلى أن المطالبة بالوقت الحاضر هي مطالبة إعلامية ببيان رأي حقيقة أو بيان الحال بأنهم هم مقاومين للوجود الأمريكي الذي أتى مع المحتل الأمريكي وكان من ضمن الأحذية المحتل الأمريكي وداخل بصالة الجندي الأمريكي عندما أتوا إلى العراق. لا يمكن يقاوم المحتل الأمريكي، الأمريكان أتوا بناء على تخاتم وتواطؤ وعمالة هذه الأحزاب التي منها هذه الميليشيات والتي لم تطلق طلقة واحدة باتجاه الاحتلال الأمريكي للعراق، بل كانت عونا لها. نعم سيد هلال، يعني في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة على عمومها والتغول الإيراني الواضح بشكل خاص، باعتقادكم لمصلحة من يعلن الانسحاب الأمريكي الآن على التحديد؟ أولا الانسحاب الأمريكي لن يحصل. اثنين، الإيرانيون قبل غيرهم يعرفون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أطلقت يدهم في العراق، وهم أصحاب مشروع مشترك، ولكن هذا العمل حقيقة يراد منه الاستهلاك المحلي داخل العراق، ويراد منه الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وأثناء التفاوض في خصوص الملف النووي الإيراني والتعويضات التي وعد بها الرئيس الأمريكي الجديد في حالة الحصول على الاتفاق النووي وبنوده والعودة إليه. هذا الموضوع المستفيد الأول والأخير هي إيران بكل الحالات، سواء بإطلاق يد العراق بإرادة أمريكية وبدعم أمريكي وإعلام كاذب بالعداء الأمريكي الإيراني الذي سمعنا شبعنا منه عام 79 ولحد الآن من الشيطان الأكبر، والوضع الاقتصادي العراقي الذي يرتبط بإيران والوضع الأمني الذي يرتبط بإيران ارتباط مباشر. إذا لماذا في داخل العراق فقط يعلن هذا المشروع ولا يمكن أن يعلن داخل إيران من النظام الإيراني؟ على مستوى العراق، نعم على مستوى العراق، ما توقعاتك لنفوذ الميليشيات التي استطاعت أن تستفيد من الدعم الأمريكي أثناء الحرب على داعش؟ ولا تزال أخي الكريم، ولا تزال الدعم الأمريكي لم ينقطع عن هذه الميليشيات، لأنها تحقق للولايات المتحدة الأمريكية، حققت الولايات المتحدة الأمريكية أهدافا لم تستطع القوات الأمريكية من تحقيقها أثناء وجودها في العراق، بل كانت عونا لها على المقاومة العراقية التي قاتلت المحتل الأمريكي. وهذا واضح، هذا ليس ادعاء من أحد، وإنما هذا هو الواقع الذي يشهده الأمريكان قبل غيرهم. ولهذا السبب عندما قامت المظاهرات في المناطق العراقية من 2013 إلى 2012 إلى 2011 وثوار تشرين
نلاحظ كيف هادنت الولايات المتحدة الأمريكية الإجرام الميليشياوي ضد المتظاهرين حتى لحد هذه اللحظة. فأين المقاومة الأمريكية وأين المقاومة الأمريكان وهم جاءوا مع المحتل والمحتل يدعمهم ماديا وعسكريا وتسليحيا، أسلحتهم أمريكية وتمويلهم أمريكي والحماية لهم من قبل الحكومة العراقية التي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية، فعلى من يضحكون؟ هذا ضحك على الذقون. يراد منه حقيقة النشاط الإعلامي الذي يخدم الهدف الإيراني في العراق. لا أكثر ولا أقل، ليس له هدف واقعي. نعم سيد هلال، إلى أي مدى برأيك أدت التدخلات الأمريكية غير الحاسمة إلى تزايد نفوذ إيران وميليشياتها في المنطقة؟ لولا أمريكا لما استطاعت إيران أن تمد يدها إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن. نعم. وهذا الأمر أصبح جليا، لأنه النفوذ الإيراني لولا الدعم الأمريكي الذي تعددت أشكاله منذ التعاون المخابراتي ما بين المخابرات الإيرانية والأمريكية في العراق في 2004 و2005 وما سبق ذلك من الاحتلال، واعتراف قادة إيران بهذا الكلام ليس دعانة عليهم ولا اتهاما لهم، وما تبعه من تسليم الوضع الأمني في العراق لصالح إيران من خلال الميليشيات ومن خلال فرق الموت قبلها ومن خلال دمج الأفراد الإيرانيين الذين كانوا يقاتلون مع إيران في الجيش والشرطة والأمن، هذا الكلام كله لصالح المشروع الإيراني بدعم أمريكي واضح. ولولا أمريكا لما تجرأت إيران أن تبعث بجندي واحد إلى العراق، لأنهم يعرفون جيدا من هو العراق وكيف جرعهم كأس السم. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية باحتلالها للعراق هي التي سلمت المفاتيح لإيران وهم أصحاب مشروع واحد. في سؤالي الأخير إليك الآن سيد هلال، يعني هل تتوقع ضربة أمريكية تضعف مثلا من قدرات الميليشيات الموالية لإيران قبل خروجها المحتمل من العراق؟ أنا لا أعتقد أن هناك ستكون ضربة لهذه الميليشيات طالما أنها تنفذ المشروع الأمريكي وتنفذ الإضعاف العراق وإفلاس الدولة والابتزاز الإيراني الذي مطلوب أمريكيا، لأنه أمريكا لو كانت جادة في محاربة النفوذ الإيراني أولا ما قضت على الحكومة العراقية التي ثلاثة أرباعها هي إيرانية والربع الآخر مؤيد لإيران. شكرا. ويعرفون جيدا هذا الأمر، ليس سرا وإنما هم يعلنون ذلك. عندما انتخب الرئيس الإيراني نلاحظ أن كل المسؤولين العراقيين يباركون، وهذا ليس خارج حتى البروتوكول الدبلوماسي بين الدول، رئيس الدولة تؤثر الخارجية، أما أنه المجلس القضاء والشيوخ وأشخاص ورؤساء أحزاب وكتل، وهناك أشخاص عراقيون في البرلمان العراقي انتخبوا دخلوا في انتخبوا الإيرانيين داخل في الرئاسة وهم لديهم جواز إيراني وهم جنسية إيرانية، فكيف تكون هذه العلاقة الوطيدة ما بين الحكومة التي أتت بها أمريكا وما بين ولاءها لإيران وولاءها لأمريكا؟ هذا الكلام الفكرة. حقيقة هو الذي يجب أن يتم التركيز عليه، لأنه لا ولاءين لشخص إلا الولاء للبلد الأم، بلد الأم الذي يدافع عنه الذي حمل السلاح عنه. وصلت الفكرة عموما. نشكرك السيد هلال دليمي من عمان، كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك.